انا زعما واش نفتح شي ستور ولا شي سيت ولا نفتح شي صفحات بعدا تن هادي راه قليل الناس اللي فريمون حتى كاين الناس اللي كيبغيو يوقفوا على شغلهم ويشوفوا السلعه وداكشي ويدوي معاك خصوصا فاش كتكون السلعه ديال 20000 درهم 30000 درهم وشنو الله يحفظك شنو الحاجه اللي كدير وشنو شنو المطلوب انا الطابيس داك التصاور اللي صيفط لك اه بيساج والفراش بعام باش اه وي بغيت نطلق ليه الاس قلت زعما انايا قلت زعما انايا هذا ماشي برودوي برودوي رخيص ولا شي حاجه اه يعني غنطلق اطلق الاس فهمتيني اش بغيت نقول وي كنسمعك كنسمعك اه صافي صافي ما كتسمعي كنسمعك كنسمعك اطلق الاس اطلق الاس يعني ما غاديش يجيب لك بحال شي تيستي شي برودوي عادي رخيص ما غاديش يجيب كليان اللي سوق ولا شي حاجه نورمالمون زعما واش سير كمل شنو شنو قلتي زعما شنو زعما قلت انا زعما واش نفتح شي ستور ولا شي سيت ولا نفتح شي صفحات بعدا تن انت شوف تنجمع انت شوف نورمالمون اخي لي طابيسي ديجا غادي تخدم جوج ديال الطرق الا كان اخويا الغزال الا كان انا اخويا الغزال عندك كراسه خفاف يعني كرسي الثمن ديالو 800 درهم 900 درهم شي بوفا المهم شي حاجه فهمتيني اللي ساهله وممكن انك تكون عندك التصويره ديالها ممكن تصايب لها متجر الكتروني داكوغ في نفس الوقت غادي تصايب التصاور اللي يكون بروفيسيونيل ديك البوفا داكوغ وغتحطها في المتجر الالكتروني وغتحطها حتى في الواتساب بيزنس ديالك ولكن بحال دابا مثلا اللي شي واحد بغى يفرش مثلا البيت ديال الناس ديالو ولا بغى يقاد الصالون ولا شي حاجه هنا هنا فين بيان سو خصك تخدم حتى بالقضيه ديال انه الا بغى يجي عندك المحل وفوالا يعطيك اخاي لي ديطاي وكتخدم معاه دونك دابا كتخدم بجوج ديال لي ميثود السلعه الصغيره اللي ممكن تليفرا واللي عادي جدا راك كتخدمها وبنادم كيخلص ولا بنادم كتليفريها ليه ولا كيعطيك لافونس حيتاش نتوما كتصايبوا هادشي فهمتيني باغ كوموند خاصو نورمالمون يصيفط لك على الاقل واحد لافونس ودير ليه لا ليفريزون الحاجه الثانيه هو انه الناس غتولي دير الاشاره للمحل ديالك هذا هو الكونسيبت كامل صافي فهمت اخويا فهمتيني دونك انت خصك تبازا في الاستراتيجي ديالك تبازا على هاد الامور هادو يعني في لي بوبليسيتي سو بنادم بغى يدفع لك الكوموند فهمتيني باغ انترنيت ولا فهمتيني باغ واتساب غدوي انت وياه في لي ديتاي واش وجد لي داكشي اللي بغا وهادي راه قليل الناس اللي فريمون حتى كاين الناس اللي كيبغيو يوقفوا على شغلهم ويشوفوا السلعه وداكشي ويدوي معاك خصوصا فاش كتكون السلعه ديال 20000 درهم 30000 درهم بالنسبه للسلعه اللي كتكون رخيصه راه ممكن انك تخدم بها الاطس وتخدم عادي جدا خلينا نشوف الكراسه فهمتيني كتحطها في الصالون اها قلت زعما نخدم على داكشي الصغير نخدم ليه بطاقه بيبليسيتي ديالو نقدر المتجر والكليان اللي غايجي وغادي تصيفط ليه وغادي تعجبو الخدمه يضطر ياخذ شي حاجه وي بيان سور شوف خاصك ديجا نتايا تحاول تبروبوزي كاع لي ميثود ديال الخدمه للكليان سمعتيني اخي تحط اخي كاع لي ميثود ديال الخدمه للكليان تقول لي فوالا انت بغيتي هي هي السلعه نورمالمون كتخلص لافونس كنوجدوها ليك عندك شي حاجه ثقيله مرحبا بك انت اللي خصك تختار انت خصك تكون واضح في الكومينيكاسيون ديالك وسيميو انا ننصحك انا شفت واحد الحاجه تماك بلاتي واحد الرومارك المحل نورمالمون ما دير لي لا سميه لا والو لا دير لي سميه لا مازال يلاه غادي نقدو لي الاشاره آه. الاشاره انا ديال كانوا كيبيعوا فيه موعد اه يلاه غادي نقدو لي الاشاره اوكي الله يرضى عليك اخويا شنو سميتك بعدا فاروق انت اخويا فاروق اول حاجه باش نكون واخي فهمتي نكون معك صريح ما غنقولهاش بهاد التيرم ولكن راه غتفهمني زوقت بيع ولكن زوقت بيع ما تاخذهاش ديك اللعيبه ديال الزواق وصافي ولكن تكون حتى الخدمه حاول ما امكن اخي تخدم حاول ما امكن تخدم اخي سميه للمحل ديالك ونفس السميه تكون اخويا في لي باج ديالك وتكون حتى في سيت الاي كوميرس ديالك باش اخي ديك السميه هي اللي كتولي معروفه فهمتيني وكتخدم بها دائما وبيان سور فاش توجد اخي ديك توجد اخي الواجهه تكون زوينه وتكون اخويا مقاد فهمتيني الاضواء واش قاد دخي حتى اللوغو واش قاد الصباغه ويكون داكشي زوين حاول ما امكن دير شي فيديو اللي يكون سبونطاني السلام عليكم معكم طابيسي ها هي السلعه اللي عندنا اللي عنده بغى يفرش شي اللي بغى يفرش شي محل ديالو ولا بغى يفرش مثلا شي بيت ديالو ولا الصالون ديالو فوالا ها هي راه كاينين دي موديل عندنا مرحبا بكم في المحل
وراه كنديروا لا ليفريزون بارتو فهمتيني. وديك الساعه اخويا الغزال طلع لي بوبليسيتي ديالك بالفيديو هادشي اللي كاين. صافي شكرا اخويا بار. حيتاش اخاي دابا السلعه ثقيله شي شويه بنادم ما يجي شويه لا داكشي ما يجيش اخويا داكشي اش ما بغيتش نطلق ليه على تسوق حنا كنتبع اللايفات ديالك بزاف غادي نسولو بعدا هو اللي غيعطيني شويه فكره حتى شي كما قلت انت السلعه ثقيله شويه ثقيله ودابا نزيدك خاص ضروري تكون عندك واحد لا فالور اجوتي لانه بنادم يقدر يشوف عندك موديل ويهبط عند حدا شي طابيسي حدا يقول لي واش ممكن توجد لي هادي فهمتيني. دونك خاصك تكون انت فريمون ناضي ديال بصح وباش تكون ناضي خاصك ما امكن اخي تخدم اشارات وتبني واحد الكومينيكاسيون واضحه مع الكلاينتس ديالك باش اخي يوليو يتبعوك فهمتيني على ودك انت يجوا عندك مني فين ما كنتي. فاش من مدينه كاين انت كاين انا في السطاد مزيان دونك فهمتيني خدم على راسك وكوراج اخويا.